مساء الخير، اهلا بحضراتكم في كل الزوايا. المجد لله في الاعالي، لكن ليس على الارض السلام ولا بالناس المسره. ازاي الناس تفرح وجنود الاحتلال بتزهو بنفسها فرحا بقتل الابرياء؟ ازاي تحتفل وعجلات دبابات جيش الاحتلال تخوض وتغوص في دماء اطفال غزه اللي سالت في كل شارع؟ ازاي نستقبل العيد وجثث القتلى عايمه في الساحات هنا وهناك؟ ايه الايد البشريه في بيت لحم اللي هتقدر تزين شجره عيد الميلاد، وفي غزه الاف الايادي المبتوره من القصف الوحشي؟ كل ده وجنود الاحتلال الاتقياء لا تكتفي. مسلسل الدم مستمر، وتتر النزيف لسه منزلش على مسلسل اللعنه، وروايه الفجر لم تنتهي. فكيف لاهل بيت لحم ان يحتفلوا؟ في بيت لحم اختفت اضواء الاحتفالات، وبدلها فضلت أضواء كشافات الأمن، دبلة شجرة عيد الميلاد، وحتى ساحة المهد ما تزينتش السنة دي. دابت وتبخرت حشود الشباب والزوار، وفضل مكانهم مكان همهمة صلواتهم، دوشة وفزعت سرينة الأمن وعربياته. هو ده مشهد العيد اللي كان لحد قريب عيد في بيت لحم اللي بقت مدينة الأشباح. هي دلوقتي بلا عيد. والإنسانية، وهنا خلينا نمشيها إنسانية، الإنسانية حزينة، وليس لنا سوى أن نقول من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. فحقا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.